من
أي والله. بصراحة هل البلد ما كانش عاجبني فقلت لازم أعدل فيها وأطور. أيوة ما كنت لسه مكملش. قولي ولا عجباني ولا عجبة مامته ولا بابا ولا عجبة حد خالص. أيوة كملي. أنا بهزر معاكي. حضرتك ايه السياسيه؟ ان احنا لازم نحاول ندعم العلاقات الخارجيه. طب كويس قوي. العلاقات الخارجيه ازاي نهتم ايه؟ دي حاجه سهله قوي. احنا ممكن نبعت زواده لكل زواده. يعني ايه زواده؟ ايوه زواده. صح. ما انا ناسي، ما تعرفيش الزواده. انت اخرك الفول والفلافل. اقول لك انا الزواده دي احنا كل شهر نعمل الزواده اللي هي عباره عن كام بكر بطن وكام فرخه وبيضتين ثلاثه وشويه جبنه وكام فطيره مشلتته كده. يعني فرخه ونبعتها لكل رئيس من الاسر اللي جنبينا. ايوه بتكلم بجد طبعا. طب ليه ده كله يعني؟ انا اقول لك على راي الفنان الكبير الليمبي. سد بوكو وسد جوعه نكسر عينه. طيب انا كده فهمت. طيب بالنسبه للشعب هل توقف ايه مع الشعب؟ ان شاء الله ناوي اوكل الشعب ده كله مبارخينا. ايوه هو لازم الشعب ياكل مبارخينا عشان الشعب يخليه يعيش ويهيص. طبعا اهم حاجه اعملها للشباب بالذات ان انا هجوزهم عشان يتحطوا ويكونوا على جنب كده. والبنات برضه عشان البنت امها ما تبقاش تطمن عليها ولا مش عارف تتجوز. ما تعنيش تقعد جنب. ان شاء الله الاقتصاد ده كل خير ان شاء الله. بس ايه؟ ان شاء الله. بس ايه حضرتك؟ ايه ما احنا لينا سنين خطه خطه خطه. كل واحد يجي يعمل خطه. خدنا ايه من الخطه؟ انا ان شاء الله هعمل خطه. الخطه بتاعتك ادعي بس انت وجودي. يا رب ان شاء الله. بس لازم في خطه عشان نسمع الشعب. بس مشاكل ايه؟ يعني هو لو ما فيش خطه الناس دي كلها مش هترشحنا؟ هترشحوني؟ معلش لازم خلاص ان شاء الله هقول لك الخطه بس عشان المنافسين يروحوا يعديه. الشعب هيعمل ازاي؟ الشعب ان شاء الله بعد ما نخلص والمنافسين يطلعوا بره هخليك تكلمني الكاميرا بتاعتي تاني واكلمك على الخطه بتاعتي عشان الشعب كله يعرف. اي حاجه طبعا احب اضيف ان انا ان شاء الله هل الفول والفلافل ده مطلب يعني كان الشعب كله بيطالبني بيه وده السبب الوحيد اكتر سبب خلانا مرشح للرئاسه. الواد العيال عندنا الواد الصبح يصحى يضرب له رغيفين فول على فلافل يروح المدرسة فاتح بوكو عامل زي بقى مش فاهم حاجة خالص. طيب بشكر حضرتك جدا وان شاء الله في طبعا عم سكر احنا سعيدة بوجودك معانا في السكر عليك والله وبلد لطيفة بتديمة قوي عليك. طيب اتكلم مع ال تالت مدام سندكات ممكن لا انا مش هفكر لك على فكره. انت فكر ان احنا اقل منكم او
وكنت محضر كمان موضوع عن البورصة، لأن البورصة مشكلة يا جماعة، مشكلة كبيرة، ناس محتكرة أسهم وناس مش لاقية أسهم. قلنا نعمل لهم تشيكينج عشان نعمل ريبالجا لوز العيلة. كله عندنا ماشي بالسيستم وكل حاجة عندنا نزلة الحمد لله. مثلا في مجال السياحة والمصارات احنا ليه ما نخدمش طبعا السيستم حلو يا جماعة، مش عارفين ولا ايه؟ دراج دليفري سيستم كل سايح يا جماعة هنوصله لغاية الريسبتور بتاعك. ويكون ستاندرد عشان ربنا هقول لك باللغه العربيه. شوف حضرتك، لو بدانا بمشاكل مصر هنشبهها بالارشام الاسبانيه، هنحط في الميه على الوقت ان شاء الله هيتكسر ويتدغدغ ويدوب. هي مشكله مصر ببساطه يعني. أنا الحمد لله الحمد لله ماشي على سكين، كله مكتوب كله معايا في السكين. أنا كاتب يعني ومع التيم ورك بتاعي إن إحنا يعني إن شاء الله معايا علاج اللي هيرجع مصر زي أول العصر، اللي هو إن شاء الله هيكون علاج اس آر طويل المدى. ان شاء الله العصا يعني ان شاء الله هياخد وقت بعد ما نسيب الرئاسه كمان ان شاء الله. طب مفيش اي خطه واضحه نشرحها يعني الناس تفهمها؟ انا يا جماعه هحل مشكله الجنيه اللي في النازل، الناس مش لاقيه تاكل. حلو ده، ازاي؟ انا هعمل عملات بديله، الناس كلها بتحوش عشان كده قيمه الجنيه هي اللي تنزل، قيمه الجنيه هي اللي تنزل. هعمل فوار، قرص فوار، قرص فوار بدل الجنيه، هيقعد لغايه 48 ساعة بس، هتلحق تصرفه هتلحق. وبرضه هتبدا محتفظ بالجنيه بتاعك عشان يعمل، شكرا. قصدي كانسل. أحب أقول لكل الشباب وكل الفتيات، يا جماعة يا جماعة نجيكوا زي مرة من حروب نيبة، زي مرة من حروب. اسمعوا كلامي يا شباب يا إخواننا يا إخواننا، عشان خاطري أنا، عشان خاطري أنا يا إخواننا، النهاردة مش من النهاردة مش من النهاردة، أنا هخلص عشان يدخل الجنة. هو صحيح السن مش هيدينا على عيني على راسنا، بس انا عايز اقول حاجه، لو الواحد مش قد المسؤوليه ما ترشحش. انت ممكن تشتغل وتقدم الملحوظات بتاعتك للشخص المناسب للمسؤوليه دي. انا بقى ما اقولش حاجه عليك، على فكره كلكم احسن من بعض. طيب خلي مصلحه اهم حاجه، مصلحه مصر اهم اي اهم من اي حاجه، خليها فوق الجميع، ما تخليش مصلحه الكلام اللي قلته والكلام العجيب اللي انا قلتها مش معايا. استاذ فيكو دكتور معلش، انا مبسوط ان انا كنت موجود معاكم حلقه زي كده، وبصراحه يا ريت كنا استفدنا من حاجه زي كده، وان شاء الله ربنا يوفقكم وانتخابات ان شاء الله. بس فعندنا فيديو بيوضح يعني المرشح.
مشكلة ان اسمها مسخرة برضه زي اللي حصل معانا النهارده، فهنشوف ان شاء الله دلوقتي.